في مشهد مضحك، رئيس الجزائر لم يعد قادرا على نطق المغرب. استغرب مجموعة من المتتبعين للشأن العام تفادي الرئيس الجزائري نطق عبارة المغرب خلال المقابلة الصحفية التي أجراها أمس الجمعة مع وسائل إعلام، والتي امتدت لمدة ساعة من الزمن، مع العلم أن هذا الأخير كان يتحدث عن المغرب في جميع مقابلته الإعلامية. فالرئيس الجزائري لم يعد قادرا على نطق عبارة المغرب، بحيث اكتفى بالقيام بالإشارة فقط إلى الجهة الغربية في مشهد مضحك، وهذا ظهر جليا خلال الحوار الذي أجراه أمس الجمعة. وخلال اللقاء الذي دام حوالي ساعة من الزمن، نطق الرئيس الجزائري اسم المغرب لمرة واحدة، وهذا يعتبر سابقة للنظام الجزائري. وحاول الرئيس إقحام المغرب بشكل غير مباشر حينما تم سؤاله عن المنتخب الوطني الجزائري،